السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا يخطط فوزي الأقجع بخصوص كان 2025. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن اعترفت صحيفة مغربية بتعطل مشاريع تهيئة الملاعب المرشحة لاحتضان كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، وبررت الصحيفة هذا الموقف في سياق يستدعي تأجيل البطولة لتتزامن مع موسم الاصطياف، واصفة الأمر بمباركة من القارة الأوروبية حتى يتسنى للاعبين الأفارقة التواجد مع أنديتهم، فضلا عن استحالة صيانة الملاعب المغربية المهترئة في الوقت المحدد لاحتضان البطولة. وأوردت الصحيفة المغربية هذه المبررات لاستحالة تنظيم نسختين في عامين تواليا يفصل بينهما عام واحد، وهي وجم في 2025، لأنه هنا أندية أوروبا يمكنها أن لا تسرح لاعبيها لانتقاء الفاصل الزمني. وأضافت أن المغرب لن ينهي أوراش التحديث في بعض الملاعب قبل 16 شهرا، ويعني هذا استلام مفاتيح ملاعب الصيانة سيكون في مارس 2025. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.